صباح النور مشاهدينا، وأهلا بكم في النصف الساعة الأخير من صباح النور. إلى أي مدى أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي الطرف الثالث في العلاقة بين الشريكين؟ هذه بعض إجاباتكم التي نشكركم عليها. نعم، يعني بداية صلاح الدين من الأردن توني يقول: أصبحت خرقا وليس طرفا، شرارة وليست طرفا، إلا من أبى ذلك. جنى من فلسطين التي صارت من أهل البيت، نشكرك دائما على وفائك يا جنى، تجاوب: إلى مدى بعيد، فبعض الصفحات المختصة بالحياة الزوجية ساهمت في تخريب بيوت عامرة، حسب تعبير جنى من فلسطين. يعني جنى أيضا أضاءت على نقطة أخرى ربما ما كانت في حسباننا، وهي أنه أصبح مكان للاستشارة أيضا وسائل التواصل الاجتماعي. وستطرحين هذه النقطة لضيفتي بالتأكيد، لن أفوتها أبدا. أليف البكري من اليمن تقول: إلى أمد بعيد، ليس فقط بين شخصين، قد تمكن منا عالمنا الافتراضي إلى حد بعيد جدا، اغتربنا عن بعضنا ونحن في منزل واحد ومدينة واحدة للأسف. أما بالنسبة لطلال من العراق فجوابه: صباح النور، صباح النور يا طلال، من سارة ومني. أغلب الأزواج لديهم عالم افتراضي يلجأون إليه للترفيه ممكن، لكن لحل المشاكل الزوجية ومناقشتها فهي غير ناجحة وتختلف عن الواقع. يعني لا مفر من الاستشاري ومن الاختصاصي النفسي في هذه الأمور. صحيح. ومن المغرب صديق البرنامج محمد يقول: قد يكون لها دور إيجابي أو سلبي في التقرب بين الشريكين، وكل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، ونحن في عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات علينا أن نعرف كيف نستخدم التكنولوجيا. وعلميا سنطرح هذا الموضوع على ضيفتينا. إذن هل فرضت مواقع التواصل نفسها واقتحمت منازلنا لتصبح طرفا ثالثا في علاقتنا الزوجية؟ سؤال نناقش أبعاده النفسية والاجتماعية مع ضيفتينا الأخصائية في الأمراض النفسية والجنسية والإدمان دكتورة إيمان بالرحال التي تنضم إلينا من تونس، والباحثة والمختصة في علم الاجتماع دكتورة فادية إبراهيم والتي تنضم إلينا من عمان. دكتورة إيمان، دكتورة فادية، صباح النور وأهلا وسهلا بكم معنا في صباح النور. صباح النور، أهلا فيكم. صباح الخير سارة. يسعد صباحكم. طيب، يعني بداية كيف يقال مدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ دكتورة إيمان خلينا نبدأ نسأل السؤال: ماذا يعني إدمان؟ كيف نعرف أنه نحن وصلنا إلى مرحلة الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي؟ بداية هي منصات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية هي نتاج التطور الحضاري والتكنولوجي، كما لها إيجابيات لها أيضا سلبيات، وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه السلبيات لكي لا نقع في الفخ. من أهم المشاكل التي قد نقع فيها هي مشاكل الإدمان، خاصة إدمان منصات التواصل الاجتماعي كما عرفتها الجمعية الأمريكية للطب النفسي، هي الاستعمال المفرط والمتواصل لمنصات التواصل الاجتماعي أو الهواتف الذكية، وهذا الاستعمال يكون بطريقة متصاعدة لا يمكن للشخص أن يتوقف عن الاستعمال مهما بلغت به المشاكل الاجتماعية أو الصحية أو النفسية. ومدة الاستعمال يجب أن تتجاوز 12 شهر بالنسبة للكهول وستة أشهر بالنسبة للأطفال أو للمراهقين. يعني دكتورة إيمان، دكتورة فادية، لدينا اليوم حالة ريان. ريان هي زوجة شابة، قصتها تشابه قصص التعلق بالهاتف واستخدامه لفترات طويلة. وجهة نظرها عن هذا الموضوع، كاميرا صباح النور كانت معها وعادت بهذا التقرير. دعونا نتابع ثم نستكمل حديثنا. عمري 29 سنة، عندي ولد وهلأ حبلة. شغلي الأساسي هو تايبينج، وهذا الشيء يعني بيشجعك أكثر أنك ما تقيم التلفون من إيدك بصراحة. أنا ما كان يعني لي التلفون بصراحة يعني على الإطلاق أبدا، لحد ما صار عندي بيبي، يعني صار أول بيبي يتحامل وما كان حدا حدي. التلفون كتير عطاني معلومات
قوتني ووعدتني وبنفس الوقت يعني كان هو كل شيء بحياتي بقى بهيدي الفترة، وهيك انطلقت معه للتلفون. هلأ كردة فعل زوجي تجاه التلفون يعني أنا بحاول يعني ما يكون كتير استعمالي قدامه. هلأ ما في شك يعني أنه بيصير في تلاسم بقى، يعني بيصير في غيرة أو أنه ليه التلفون يعني بين ابنك وبين التلفون وبين الشغل بقى بيصير في احتكاك هيك شوية غيرة، نوع الغيرة يعني أنه كل وقتك على التلفون، أنه عبرينا شوي، أنه نحن هون يعني سهرانين، عرفت؟ فإذا صار شيء خلاف بيناتنا لها القدر الله بتحط حالي على الواتساب تنفترض، وممكن تكون برايفيسي بينك وبينه، ما ضروري العلن كله يشوفوها. من كلمة لكلمة بقى بتبلش الأمور تطرى ويرجع كل شيء أحسن من قبل. أوقات بيكون التلفون عامل إصلاح بين الزوجين وبيكون وسيط ثالث بيناتهم حتى الأمور يعني تنحل ببساطة أكثر. يعني عبرينا شوي، نحن هون. زوج ريان يغار من هاتفها. دكتورة فادية، هل هذا ممكن أن يغار الزوج من الهاتف؟ أخبرينا أكثر. نعم ممكن، وهذا جائز ويحصل كل يوم. عادة ما يغار الزوج من استخدام الهاتف إذا أطالت الزوجة في استخدام هذا الهاتف لفترات طويلة وانشغلت عن هذا الزوج وابتعدت تماما عن التواصل والتفاعل الأسري أو الزوجي معه، وهذا طبعا حق له أن يغار، لأن الزوجة يجب أن تنظم وقتها، وعندما تستخدم يعني مواقع التواصل الاجتماعي تستخدمها يعني لفترة محدودة وليس بإسهاب طويل، وتختار أيضا الوقت المناسب لاستخدام هذه المواقع، يعني أن يكون الاستخدام ليس على حساب لا الأسرة ولا الزوج ولا الأطفال. وفي حالات أخرى أيضا يغار الزوج إذا مثلا زوجة تقوم بإشهار صورها أو فيديوهاتها للآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا يحدث شيء من الغيرة عنده. وهناك نوع آخر أيضا أخطر من أنواع الغيرة، هو الشك في الزوجة، الشك في الخيانات الإلكترونية مثلا، فالزوج يغار إن كانت تتحدث مع أحد غيره أو تعمل دردشات مع رجال آخرين أو بعض الأشخاص الذي لا يريدهم الزوج. طيب دكتورة إيمان، يعني لماذا تهرب النساء إلى هذا الواقع الافتراضي؟ هل هو هروب من الواقع الذي يعيشونه أم هي تسلية؟ يعني عديد من النساء بيقولوا ما ولا بنهرب ولا شيء، نحن فقط نتسلى وبنغير جو. الإجابة تتغير حسب شخصية الفرد وطريقة العيش. هناك بعض الشخصيات ما نسميهم بالشخصيات المتعلقة، وهو نوع من اضطراب الشخصية الذي يؤدي بالشخص إلى إدمان منصات مواقع التواصل الاجتماعي. هنالك أيضا بعض المشاكل مثل المشاكل الزوجية، البرود الجنسي أو العاطفي، يؤدي بالزوجة إلى خلق واقع افتراضي موازي. هنالك أيضا بعض الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والرهاب الاجتماعي الذي يؤدي أيضا بالزوج أو الزوجة على حد سواء للهروب إلى هذا الواقع الافتراضي. وليس من الغريب أن كل ما يعرض على منصات مواقع التواصل الاجتماعي هي أشياء مغرية قد تؤدي بالشخص لمحاولة تقليدها أو حتى لمحاولة تجربة أشياء جديدة قصد الإثارة أو إيجاد واقع آخر قد يغري الزوجة أكثر من الواقع الذي تعيش فيه، مثل البرود العاطفي والجنسي الذي قد تلجأ للهروب إليه عبر هذه المنصات. نعم، يعني دكتورة فادية، من التحديات الغريبة التي كانت مؤخرا انتشر تحدي عبر تيك توك لزوجات يصورن ردود فعل أزواجهن وهن يقمن بنصح صديقاتهن بكيفية تدليل الزوج والعناية به ويسردن أشياء غير واقعية. والتحدي كان طريف لأنه كان يصور نظرات الزوج المندهش أن كل هذه الأشياء لا تحدث معه. ولكن إذا نظرنا لهذا التحدي بعمق ماذا يخبرنا؟
نعم، شاهدت بعض الفيديوهات على هذا التحدي. هذا التحدي ربما جاء للتسلية يعني أو للفكاهة، لكنه بالواقع بيحمل يعني أشياء خفية عن علاقاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا الزوجية التي تغيرت مع مرور الزمن. فالصورة النمطية يعني عن الأدوار الجندرية للرجل والمرأة عم نشاهد من خلال يعني دراسة ما يحدث للأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هم يظهرون لنا حياتهم ويومياتهم، فمن خلال هذه الحياة وهذه اليوميات نستطيع أن نرصد التغير في سلوكنا وتفاعلنا الاجتماعي وعلاقاتنا الاجتماعية داخل أسرنا ومع أزواجنا. هذا التحدي أظهر يعني كسر للصورة النمطية للمرأة التي هي في العادة يعتقد الجميع أنها تقوم بالاهتمام بزوجها وبخدمة زوجها ورعايته. اكتشفنا انه العكس صحيح من ردة افعال الازواج، يعني كان الاغلب يندهش عندما تذكر الزوجة انها هي تعتني او تبالغ بالاعتناء بزوجها. فاصبحت مواقع التواصل الاجتماعي يعني منبر لرصد الحالات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية ومادة دسمة ايضا للمختصين الاجتماعيين والباحثين في العلاقات الاجتماعية لدراسة سلوك وأفعال الأشخاص في المجتمعات. نعم، ربما سلوك الزوجة وسلوك الأزواج أيضا في ردود أفعالهم. بعض الأزواج كان يعني لسان حالهم وملامحهم وكانوا يقولون هل هناك وجبة تدعى إفطار أصلا. طيب دكتورة إيمان، دعينا نسأل هنا، لكل إدمان أضرار. الآن نحن نتحدث عن الإدمان على الاستخدام المفرط للهاتف، كيف يضر الشخص نفسه وكيف يضر شريكه أيضا؟ عندما نتحدث أولا عن العلاقة الزوجية، هي علاقة بين طرفين لا ثالث لهما. يعني إضفاء المواقع التواصل الاجتماعي على هذه الحياة الازدواجية لا يمكن أن يجلب سوى المشاكل. هذه من ناحية المشاكل الاجتماعية، أي شخص على هذه المواقع يمكن أن يتفنن في إبداء رأيه مهما كان هذا الرأي صالح أو غير صالح. من الأضرار البدنية أيضا يمكن أن نجد اضطرابات مثل آلام الرأس، آلام الظهر، آلام المفاصل، الخمول. هنالك أيضا بعض الأضرار النفسية مثل الاكتئاب، اللجوء إلى الانزواء، حل المشاكل بطريقة انفرادية وعدم مشاركتها مع الزوج. هنالك أيضا أضرار اجتماعية مثل إهمال العائلة، إهمال الأطفال، قد تصل أيضا إلى إهمال الشغل، وهذا لا يمكن أن يؤثر إلا سلبا على العلاقة العائلية للزوج أو الزوجة. يمكن أيضا أن نجد بعض المشاكل الزوجية مثل البرود العاطفي، البرود الجنسي، اللجوء أيضا إلى العلاقات الغير مباحة، العلاقات خارج إطار الزوجية كطريقة لتعزيز الحياة أو الإثارة الجنسية لدى الزوج أو الزوجة، وهذا أيضا لا يمكن أن يؤثر سلبا على العلاقة بين الزوجين. دائما ما نطرح المشاكل ونطرح بعدها الحلول، وسؤال القادم لك سيكون عن كيفية الشفاء والتعالج من هذه، ولكن قبلها دعينا أسأل دكتورة فادية. دكتورة فادية، في تعليق غريب وصلنا من المشاهدين. زينب من السعودية تقول: أعتقد في كثير من الحالات أصبح الهاتف هو الشريك الثاني. تقول: يمسك كل شريك جهازه وينشغل به عن الآخر معظم الوقت. يعني زينب ترى أن الزوج هو أصبح الشريك الثالث في هذه العلاقة، هل ممكن ذلك؟ نعم ممكن. وذكرت أنه الاستخدام المفرط أو الاستخدام المبالغ فيه للهاتف وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي يأخذ جزء كبير من يومنا ومن وقتنا، وهذا يؤثر على تفاعلنا مع العائلة ومع الأسرة ومع أزواجنا. فأصبح هو كشخص ثالث فعلا موجود في بيتنا، يأخذ جزء من اهتمامنا وجزء كبير. لكن يجب يعني على السيدات أن يعملوا نوع يعني من البالانس أو نوع من التوازن في استخدام هذا الهاتف. لا يجب أن تترك مثلا الزوجة أو السيدة واجباتها المفروضة عليها ولا تهمل في أي شيء، سواء عملها أو دراستها أو حتى اهتمامها في البيت والمنزل والأطفال. الموضوع هو يعني فقط عملية توازن واستخدام معتدل لهذا الهاتف وعدم المبالغة في استخدامه. نعم، هنا نأتي إلى كيفية عدم المبالغة في الاستخدام. دكتورة إيمان، إذا أردنا أن نختصر الطريقة للعلاج من هذا الإدمان في نقاط بسيطة، ماذا نقول؟
أولا يجب على الزوجة أن تطور ذاتها وأن تشتغل على الثقة في النفس لكي لا تلجأ إلى تقليد ما هو موجود على منصات التواصل الاجتماعي. ثانيا يجب عليها ترتيب أولوياتها كما قالت الدكتورة. الأطفال، البيت أو الزوج هم أولويات الزوجة أولا، والولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي يكون في مرحلة ثانية بعد الانتهاء من, 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 من الاهتمام بكل ما له تفاصيل في حياتها الخاصة. وثالثا إذا لم تنجح الزوجة في تطوير هذا الجانب من حياتها ننصحها بالالتجاء إلى الأخصائيين أو الاستشاريين النفسيين، لأننا إذا قلنا أن إدمان التواصل الاجتماعي هو مرض دونك يجب العلاج منه، وهناك طرق عديدة من العلاج مثل العلاج المعرفي والسلوكي الذي قد يساعدها جدا نعم. على التخلص من هذه الآفة. يعني بسط جدا بالمقابلة معكم وهذا الحوار الشيق، وكأنه عملنا صبحية داخل صباح النور. شكرا جزيلا لكم الأخصائية في الأمراض النفسية والجنسية والإدمان دكتورة إيمان بالرحال من تونس، والباحثة والمتخصصة في علم الاجتماع دكتورة فادية إبراهيم من عمان. شكرا جزيلا لكم. شكرا.